أروما بريزنتس جولدن سكين كير، وقتك انتي. ما تضيعيش منه ولا لحظة، وابدأي بالكلينزينج ميلك من أروما. حسي بحركة ايدك الخفيفة وهي بتخلص مسام بشرتك من الشوائب وبتخليها فريش وصفية. هتحسي ان اللحظة دي مش عايزاها تعدي. لما نعومة القطنة اللي متغرقة بالتونر تلمس وشك ورقبتك، ساعتها مش ملمس القطنة بس هيبقى ناعم، بشرتك كمان هتبقى ناعمة ومرنة ورطبة. وبعد ما تحطي الكلينزنج ميلك والتونر، اتأكدي ان بشرتك بقت ميك اب فري وصافية تماما ومرتاحة. والراحة دي هتزيد لما تحطي الفيس كريم مرتين في اليوم، صبح وليل. بحركات مساج خفيفة هتغذي بشرتك وتخليها نضرة وناعمة، وهتبقي مبسوطة أكتر بالريحة الحلوة اللي موجودة في زيت الأرجان اللي في البادي كريم من أروما. حطي مرتين في اليوم، صبح وليل. وقتها هتبقي عايزة عقارب الساعة تقف، وانتي بتلاقي مسام بشرتك بتمتص الكريم بريحته الحلوة اللي مليانة بالانتعاش والحيوية. وبينتهي الجولدن سكين كير باللايت اويل من أروما اللي هتلاقي معاه كل حاجة انت محتاجاها. هتلاقي ضوافرك بقت قوية طويلة وناعمة. وخلايا بشرتك رطبة وصافية. هتحسي بالغزارة والنعومة لما تحطيه على حواجبك. أروما جولدن سكين كير هو ده الوقت اللي بتستنيه. أروما سكين كيرز جولدن لاين هو ده وقت الروتين.